الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. ها نحن الآن في هذه اللحظة نقرأ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الشرح تعريف فضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. وأما الآن وصلنا إلى قوله إلى قول صاحب الكتاب: أما بعد، فهذا اعتقاد الفكرة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، معنى ذلك قرتي أفان أرموتين إسني دبر ساء أبليك يا ورمو أرمي فان في دمتن بودا كنا بودا خطبة خطبنيتين خطبة كنا اللي أموهيكو أفان أرمي فاتنين بودتي كوني يادا أمتي تشاموتو قرتي ور ربي نجاء سباس وجتشو قرتي نبي ربي أكيكا كايوهي مرتسن جتشانا ورك راخنا قبطيت جد المنصورة إلى قيام الساعة. إساننا موت ورتني كرك أنا من جد شهر أرب من بيرا حق غافك يامان دابدوتي أهل السنة والجماعة. يادا إساني تيجا يوكا أمن تا إساني دبنا جد شهر جرس النجابهون يوكا مور كرك أرموتهون رسول تكتلوني كل عملا علم نما ور مسلم وفين جدو والما ملتي غرتني نجابون يوكا موهن سرمچو كجيلمو اولي على خلاص لله عز وجل ربي ما بقول لسو وان دلغني تنجلن. والثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لما تا امو نبي محمد هردو فرت كتلو ادلغا كستي قولوا وفعلا وتقرير اجچو كنا فموتو فرقا ناجيا منصورا جتشون كينا كنا الرأي أهل السنة والجماعة جتشون موتو يو ور كرا نبي تكاتلو ور جماعة إسلاما أمو غرتي ور رأسين درا سلف هذه الأمة خير القرون ور كيسة ترسا ور تكاتلو جتشان هيكو نساهو. أما بعد، فهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. أرجتني كلمان أما بعد إجاتني كلمة في دمت إجارة مالي في دمت يوقج النتاتي أسلوب تكرر أسلوب تكرر تتركان فتشوفي ياد تكوي تدبتا ياد سنرى يعني أول دبنيت جنة خطبة خطبنيت مناسبة خطوة سنة دبنة موام بودة كنا جو تجنو أما بعد ملي أكن ما لفاقاني تنتران جيتشا ومعناها معنى أما بعد كنا موتو ما يكون من شيء خمتي حاتو جيتشا خمتي حاتو وان تهرى وان تكرى وان تهرى ويسمو الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعل ذلك. قلتني وان كنا علامة كانت في دون برباتش سادا وان دوران دور سنة تنموتو قرتي خطبة خطة مكة ستي وان برسا سيخ ستي نبي ربي هردو شفور أبيكش إساني هنمور أبيكش ويت نبي ربي كان حجتا نولي وان سان حجتا نسان حجتشو قبنا. فهذا إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد الإيمانية التي أجمالها بقوله وهو الإيمان بالله كوانا موتو أكيك كان ولكبتت جت وانا موتو قرت إرغان برسيس أمتا تمساسا كوني متفتت جت وهو لكبتت يادا ور إيمان قباجرو ورها قباجرو ور سلف صالحتك هردفو ور نبي ربي هردفو يادا سن أموتو قد تيوا ولك أبتو سنين جلن سنمار جنن وهو الإيمان بالله
ربتي أمنه راجة شان اعتقادك هجن كن يادك هجن كن أفوان عربي فتي مصدر مصدر اعتقادك هذا إذا اتخذه عقيدة والعقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه تقول اعتقدت كذا أي أقدت عليه القلب والضمير اعتقاد ما كان كنوه علماء الإسلام أمو مصدر جراني مصدر اعتقادات كان ياد اتشانا يوكا عقيدة قدت اتشانا عقيدة اتشانو وانم تيك ارت مرتفته ارت مرتفته ارت جنينته إسا قبته جران وانو نيني اللي سيادت جدت واصلوا ما قوز من قدل من أقد الحبل أسني سام موتو قرتنيس حادثك قدوم فور رافنا إذا ربط أخوة ربطيس حادثا قدوم فيتي جد ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم إغنى أموت وان قلبي يادتي مرتتي جدت سني رتي إغنى سي حجة تم جد شارع كنان اللي جد أمودن دائم الفرقة فلقرت الناجة المسورة كجن نسون ما علي نمو إيه الطائفة والجماعة أمة تتوكو يوكا أموتو غريتوكو جتشارا الناجية التي سلمت من الحلاك والشرور في الدين والآخرة ناجية كجن ترجابات كجن نسوني أمة أموتو غرتين غيابات جتشارا بدي إرا فتنة إرا دنيا فاكرت اللي وحصلت على السعادة كاموتو غرتي خرام الكي رتي ارغمتي تجد خرام نجابه وحسن وهذا الوصف ما أخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ووصف كن أموتو جيش نبي ربي الرافو ربي لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله رواه البخاري ومسلم أمني أموتو توتون أمتك يرى تاتن ديمتو هكرا حارة كرقر قرمتو تاتن راهن ديمتو هكرا جيتش كيسات دبيوك باجي هكرا وكل زمنا كيساتي كل مكان عاتتي ربين جرس أولين آبتي قرقاري إسا أكا جفتان قول أمالي ربي كاموتو قرتيل إيسومتي كامو إسان اندرر نمني فالا إسانين آبت اللي نمني إسان قنن اللي حق أمر ربي رفوتي يو جرر وربي سنقبا قد آبت رسا شعوبات تنجد حديثة كان بخاري مسلم تباسي اتشاران المنصور عجتشون هو المنصور عجتشون المؤيدة على من خالفها إلى قيام الساعة أمت غرقار من جتشارا نما إفعال الله سعين آبت رتي نما غرقار من جتشارا جاري كوني هني جفتن جتشورا غرغار مني تي ربين بيرا هنگا فكي يامان دابتو تيت اي مجيء ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمنين سوني غرتك يامان هنگا دابتو اتشاسو مانا نسا هنگا غافدو تيساني الوتو تيت اللي ستكتر فاموتو تروحي مؤمنا فوتو غافك اللي هنگا غافك اللي ستلفو تيتشا فهذه هي الساعة في حق المؤمن حق قيامان جنم تكرام ومن آتت كاته كونك النمو اللي سمع سلوفيت نمو تغرته روحي نسان كسبو وما الساعة التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إلا على شرار الناس قيامان نمو تغرتني دنيا ملون غرته ديغم تيتي ربين أمو قيامان أبو سني ور شرعي رملي مؤمنتون قاف سنجير نيويو ور شرعي رتك ياما كسير آبا لما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله كنوان مو مسلم مو باسي تجير حديثة ياما اندابت حاجة أردي كان قبت نمني الله جير أجير اندابت وهو أكبر الله أكبر. وروى الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حاكم النيسابوري حسن هجرة حديث عبد الله بن عمرو بن عاصر
رب سن الرحاجه لتوه في اجي ستي ويبعث الله ريحا ريح حاره المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. حديث حاكم النيسابون عبد الله واسطة عبد الله بن عمرو تنوها سيكستي حديثا كستي ماجر ربي ننكاسا ببيني إرقاج ربي ببيني إرقاج ببين سلموتو هفور رئيسي كشتو فكاتو ارقاء الرا يو هركان اموتو خنفر ريونا مباتي ببين سنك عمر ريونا مباتي اكهريراك عمر رمجو جاتو خنمان كوهن اججا تكون ما هندفتو نما مسكال زرع اني كيسا ايمانك ابو كيسا قورتو ملي كلين سريف جنسون إلا قبضتو ثم يبقى شرار الناس الرحمن من شر بيچا قابني اسا شر بيچان لامبومه هنا ف فعليهم تقوم ساعه امه كثيره قيامان دابتي رسول ربي عليه الصلاه والسلام شارين اهل السنه والجماعه هما الجماعه اهل السنه اهل السنه يوجن يو اهل السنه ينله يو اهل السنه ينله هندسا اهل السنه وانت ينوف الى قيام الساعه ينن فهذا اعتقال اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه معطوف يوجون اشاره والمعطوف المجرور المجرور قاف أهل التقرانه على أنه يدل من الفرقة ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف تقديره هم يجت اللي أهل قاف جن سنة إجان هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرار رسول ربي رتي تيتي جلسان قرار رسول ربي رتي تسنتو سنة رأيجا من أقواله وأفعاله وتقريراته جيش رسول رب جيش وطر رسول ربي وكا دلقى رسول ربي وكا أمو إسان برت دلقى مي إسان جارتني جلسو وسموا أهل السنة لانتسابه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب أهل السنة جرمان إسان تو وموتو كرا سنة كرا نبي كينا دي ما يكي جرماني مكان كون إساني بأي نمني بلا مكان كان هنكبو ورّي أموتو قرتي خرا نبي كينا كان هنكبتين كويا كيسا مذهب غرغرا همتو فالا كان تيرين بخلاف أهل البدع فالا ورّ بدع مقابل كانت تيرين أهل السنة تيرين ورّ بدع تيرين فإنهم ينتسبون إلى بدعهم وضلالاتهم إسان مال تركة الرّ يويتور سنة سنة تركة إسان كرا أمو بدعت بدعت شو رفان ربو تفانتو ورفانتو قيّا كيسا بات دينا أمن تاريقا بات كرا جلين وفي سنة تركة كرا قدرية والمرجية أكا قدرية فا أكا مرجية فا وطارة ينسبون إلى أمامهم كالجهمية قرين إساني أمو إمام وفي تركة أكا جهمية فا وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة قرر دلقاء إساني فكتو ترغتان أموتو قرين إساني دلقاء إساني فكتو كالرافضات والخوارج أكالرافضات وكالخوارج والجماعة السنة والجماعة جنر والجماعة هما لغة اللغة الفرقة المجتمعة من الناس مما تولقه تكون جماعة والمراد بهم هنا جماعة سنتي مراني الذين اتمعوا الحق الثابت بالكتاب والسنة إسان نمو لغاية جدا حق الرد كسبت أموت كتاب والسنة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إسان نمو أموت الصحابة فيه ورموا الصحابة تكاتلوا تلتوا الرد تكاتلوا إسان جدا سنة تكاتلا جدا ولو كانوا قلة أو قرمون إسان لك عبد الله تاتي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أكو عبد الله ابن مسعود جل إيه ربي سر حاجاته
الجماعة ما وافق الحق وإن ما وافق الحق وإن كنت وحدك وصدق اللي تاتي وإنما حق وافقته جماعة جماعة عبد الله بن مسعود فإنك أنت الجماعة حينئذ جماعة جانسي هقافة سنجدا بودك أنا قرت أما وهو الإيمان إتقان جرامالي وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره أمر الإنسان وحدني ما ربي تت ملائكان ربي أموت قبل ربي تتشارت كتاب ربي برابو إجتشورت رسول ربي برابو إجتشورت رسول ربي برابو إجتشورت إغدون إن كان إجتشورت وانت أموت خير شر إلي وانت ربي قدريت جري حق إجتشورت والرعمت أهل السنة والجماعة شارحين دبيكنا هو ويني كونسا هو وهو اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان الإيمان معناه لغة التصديق كنا موت يادا توتا موت غرتني نجابات سني مالتون من إيمان كنواتو كرا ور لغو يوتا برت لغوهم سو قال الله تعالى ربنا الآن جلي آية كل تربة سورة يوسف كستي وما أنت بمؤمن لنا إيه مصدق لنا أتشا أتن لغو أبسيتو جيتشا كقاف علم النبي الله يوسف جت رب الرحكة جيسر طيب وتعريف شرع كرا موت علماء شريعات التو كرا لغو أتكس ويتجن كرا علماء شريعات التو أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح تقول الربع جتشو في قلبي يادو في قامانس دلقوتو إيمان جرام أفهم بيتشان جتشو متي وقوله بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خيره وشر يتشان كنوه معنى نساء هذه هي الأركان الإيمان الستة التي لا سيء لإيمان لا سيء إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا كوني أركان الجهن كامو إيماني نمتكوتو فيان تاني يو أمو مرتو أمان مليه وان كان جهن كانت على الوجه السيئي الذي دل عليه الكتاب والسنة فول أموتو كتابا في سنة إردت عليك أجيل تكن وجه كتائي وهذه الأركان هي أركان جهن جهن يكون إسين تك جنة الإيمان بالله ربي تأمنوا ربي ما أمنوا كنوا كم وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه اعتقاد مرمانا ربي نموت ورتى أرقم سيسا وقدسا وامراتي أكو مثلا مومو يا وامراتي ربيني جتشانا وأنه متصم بصفات الكمال ومنزل كل عيب ونقص وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له والقيام بذلك علما وعملا ربي أموت قرتني أمنون كن مار يو جنة ربي والصفام عن أو كل وان قوتو أكوسن كل كلها عوان عيب نقصي تهيته جنة الرأي إبادة أدو في تحقق الأطاء شريك وهيتو هنقبو كان أمو كان أبتشو كان بيكم ساتين كان بنوتاتين لجي چارا أما وربي بيشادوا بني أركان جانكي ستكي جان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.